السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمود زايد وفيديو جديد وتركاية جديدة من سلسلة فيديوهات تركاية على الماشي. الجايد لاين ميزة أو خاصية مهمة جدا في الفوتوشوب، وكتير مننا كمصممين جرافيك بنستخدمها علشان نقسم بيها مساحات الشغل بتاعتنا ونحدد بيها مناطق الشغل والكلام اللي هنكتبه. وبنلاقي إن أكتر استخدامات الجايدز دي في شغل المطبعات، يعني أنت بتحدد بيها هوامش الطباعة أو بتحدد بيها مكان الريجة بتاعتك لو أنت بتشتغل في لاير أو منيو. يعني مختصر كده هي بتوفر علينا حاجات كتير وغلطات كتير ممكن تحصل لو الجايدز دي مش موجود. فتركيت النهارده عن الجايدز وانك ازاي تستخدمها وتعملها بضغط زرار واحده ومن غير كلام كتير. يلا بينا نشوف تركيت النهارده، بس قبل ما نشوفها ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وانك تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعلى الماشي يلا بينا نعمل تركايه على الماشي. فالجايدز اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي بتلاقيها موجوده هنا زي شكل المسطره كده، او اللي احنا بنقول عليها باللغه الدارجه المسطره بتاعتنا. فانت لو دوست كنترول ار من الكيبورد هتلاقيها ظهرت لك، تمام؟ ممكن تتحكم فيها بقى وفي مقاسات بتاعتها، يعني هي تقريبا كده على مقاس السنتيمتر ممكن تلاقيها او تخليها على مقاس الانش او البكسل او البوينت او البيكا او البرسنت زي ما انت عايز، تمام؟ اختصارها زي ما قلنا من الكيبورد كنترول ار، يعني انت لو دوست كنترول ار دلوقتي هتلاقيها اختفت، لو دوست كنترول ار تاني هتلاقيها ظهرت. ممكن تلاقيها في قائمة فيو هنا هتلاقي رولرز، تمام؟ اختصارها جنبها هنا كنترول ار. لو انت عايز تقسم مساحة الشغل بتاعتك فانت ممكن تسحب كده اي جايدز انت عايزها وجايدز كده تاني سواء بالعرض او بالطول، تمام؟ او تبتدي ان انت مثلا من قائمة فيو هنا تيجي نيو جايد وتكتب اي مساحة او اي بوزيشن للجايدز بتاعك. يعني انت مثلا انا مساحة اللي انا فاتحها دي 50 × 35، طيب انا ممكن مثلا اكتب عايز الجايد بتاعي بعد 20 سنتي، تمام؟ من الصفحه بتاعتي، فهتدوس اوكي هتلاقي ان هو بالفعل عمل لي الجايد بتاعي بعد 20 سم. طيب انا لو عايز اتاكد ممكن اجي هنا كده واسحب الاقي ان هو فعلا لو الويدث كده لو انتم شايفينه هتلاقي ان العرض بتاعي 20 سم، تمام؟ فدي طريقه كده اللي انت بتخلي الفوتوشوب او بتخلي البرنامج يعملها نيابه عنك لو انت عايزها بقيم ثابته ومحدده، تمام؟ طيب دلوقتي في طريقه اسهل من كده، ان هو بيقسم لك مساحه الشغل بتاعتك من مرة واحدة أو من قيم واحدة أنت بتعملها، تمام؟ وبتدوس أوكي بتلاقي إن المساحة بتاعتك اتقسمت زي ما أنت عايز. يعني مثال بسيط، لو جينا مثلا فتحنا مقاس الكارت الشخصي اللي هو 9 × 5، هنيجي إن العرض بتاعي 9، تمام؟ والارتفاع بتاعي 5 والريزوليوشن 300 وكالر مود سي ام واي كي أيا كان، وهدوس كرييت، تمام؟ أنا محتاج في الكارت بتاعي إن في هوامش نص سنتي من كل جانب، تمام؟ فبدل ما اسحب مثلا الجايد ده واخليه هنا بالنص سنتي وما يكونش مظبوط وهكذا، مثلا هنا برضو بالطول هسحب هنا واخليه هنا بس ما يكونش مظبوط. طب انا ممكن اجي من قائمه فيو هنلاقي اختيار نيو جايد لي اوت، فبدوس عليه كده هاجي هنا في المارجن، تمام؟ هنخلي القيم دي زي ما انا عاملها كده نص سنتي، ماشي؟ يعني نص سنتي من هنا، هدوس الت هتلاقيه ان هو نقلني مباشره على القيمه الثانيه او الخانه الثانيه، ادوس الت برضو ادوس الت، تمام؟ هتلاقي ان هو بيتنقل لي ما بين الاربع خانات اللي انا عايزه. هتلاقي ان هو تلقائي هنا لو انا مش مفعل البريفيو هنا هتلاقي ان هو لغيها لي، لو انا عايز اشوف الحاجه اللي انا بعملها تلقائي بتظهر هدوس على البريفيو هنا، تمام؟ وادوس اوكي هتلاقي ان هو بالفعل قسم لي المساحه بتاعتي زي ما انا عايز. طيب بتظهر مشكله تانية بقى، ان انا ممكن وانا شغال اسحب الجايد ده بتاعي بالغلط. طيب احل المشكله دي ازاي؟ ممكن اجي من قائمه فيو هنا وهختار لوج جايد، ده بيقفل لي الجايد بتاعي ان هو ما بيكونش متاح معايا او مفتوح معايا ان انا ممكن اغيره. يعني انت لو تلاحظ انا لما اجي هنا كده هو بيتعامل معاها كانها من مساحه الشغل بتاعتي. طيب انا لو فتحته خليته انلوك، تمام؟ هتلاقي ان هو هنا لما باجي جنبه هنا بتلاقي ان هو المؤشر بتاعي بيتغير للشكل اللي انتم شايفينه ده. بس الافضل بالنسبه لك ان انت خلاص طالما قسمت مساحه الشغل بتاعتك واعتمدتها فانت بتعمل ايه؟ لوك جايد. او في حاجه تانية، ان الجايد بتاعتك اللي انت عملتها دي مش عاجباك او انت استخدمت كذا جايد فالمنظر بالنسبه لك ما كانش كويس، يعني انت عايز تشيل كل ده، يعني انت مثلا استخدمت جايد من هنا وجايد من هنا فالمنظر بالنسبه لك بقى يعني الارت بورد بتاعتك بقت مزحومه شويه، فممكن تيجي من قائمه فيو هتختار كلير جايد فبيبتدي ان هو يشيل لك كل الجايد اللي انت كنت عامله، تمام؟ في حاجه تانية برضو عايز اتكلم عليها في تقسيمه الفلاير او المنيو. المنيو الاوت دور بيتطبق زي ما احنا عارفين 3 تطبيقات كده، فانت بتبقى محتاج ان كل جزء منه او كل جزء من الـ3 تطبيقات دول يكون مساوي للجزء الثاني.
ومع ذلك برضو بتبقى عايز ان انت يبقى فيه زي ريجة كده، بحيث ان المنيو لما ينتني ما يجيش على الكلام. كل دي المساحات دي انت بتكون عايز تحددها من البداية خالص، بحيث ان ما تظهرش قدامك مشاكل بعد كده في الطباعة، وتكون مرتاح وانت بتشتغل في الاول. طيب لو فتحنا مثلا مقاس المنيو اللي هو بيبقى A4 نيو، هنيجي من برنت هنختار مقاس ال A4 وهنخليه بالعرض كده وهندوس كرييت. دلوقتي انا عايز اقسم الصفحة اللي قدامي دي لثلاث اجزاء، ثلاث اجزاء متساوية، ومع ذلك عايز اسيب من هنا هوامش نص سنتي بتاعت الطباعة بتاعتنا اللي احنا عارفينها، ومع كل ما بين كل جزء والتاني عايز اسيب زي يعني مثلا بتاع 2 مللي كده ولا 1 مللي، بحيث ان انا لما اجي اتني الشغل بتاعي او اتني المنيو بعد ما ينطبع ما يجيش على الكلام اللي انا كاتبه او على الصور اللي انا كاتبها، بحيث ان انا افصل كل جزء عن التاني والمنيو بتاعي في الاخر يطلع كويس. فبعمل ايه؟ يا اما انت بتعملها يدوي، بس انا ما برجحش الموضوع ده، فالفوتوشوب مقدم لنا الميزه اللي هي نيو جايد لاي اوت اللي احنا اتكلمنا عليها. انت كل اللي عليك بتيجي في الكولومز هنا بتلاقي ان هو عمل لك العدد بتاعك عايزه كام، فبتدوس 3 كده هو قسم لي المساحه بتاعتي زي ما احنا شايفين، قسم لي المساحه دي والمساحه دي والمساحه دي بالتساوي. ومع ذلك برضو في المارجن اللي هو عاملهم لي، انا كنت عاملها نص سنتي من الكارت اللي فات او من المساحه بتاعت الكارت اللي فات، فهو محافظ لي عليها. تمام. اللي هنا بقى الجتر ده اللي انا بتكلم عليه، الريجة لما باجي اتني من هنا، هو هنا عاملها لي 1 ملي او 1/10 او 2/10 سنتي. تمام. المساحة دي كافية بالنسبة لي، بحيث ان انا لما اجي اتني المنيو ما يكونش زي ما قلنا الكلام يجي على بعضه او الكلام ينتني معايا فيكون شكله وحش. فده باختصار التقسيمة بكل سهولة للمنيو اللي انا عايز اقسمه او اقسمه ايا كان بقى. انت عايز هنا مثلا تخليه 4 اجزاء، ممكن تدوس القيمة اللي انت عايزها تخليه 5 زي ما انت عايز بالظبط. وبتتحكم في الجتر من هنا، يعني ممكن مثلا اخلي الجتر ده 1 سنتي، يعني انا القيمه اللي انا شغال بيها سنتي، فانا لو دوست 1 هخليه 1 سنتي، هتلاقوا ان الجتر بتاعي زاد. ممكن استخدمها برضو في حاجات تانية، بس يعني ايا كان اللي انت تستخدمها فيها فالموضوع ده بيسهلها لك جدا جدا وبيخلي الموضوع سهل معاك. يعني انت كمان لو عايز تعمل ده اعمده، لو عايز تعمل صفوف ممكن الموضوع يكون اسهل بكتير. يعني انت هتيجي هنا برضو تخليها 5 اعمده وتخلي ان المساحه ما بينها برضو سنتي، بحيث ان هو الشكل يكون متناسق. شايفين انا عملت ايه؟ يعني ممكن الغي المارجن كمان بحيث ان الموضوع يبان معايا. شايفين المساحه اتقسمت ازاي؟ يعني شكلها كويس ولطيف وتلقائي كمان، يعني مش يدوي والقيم كلها شبه بعضها. ممكن هنا برضو يقدم لك بريسيت جاهزه، يعني مثلا ممكن يقسمه لك 8 كولوم، ممكن يقسمهم لك 12 على حسب ما انت عايز. ممكن تعمل لها سيف للبريسيت وتيجي بعد كده لو انت اشتغلت مثلا على مشروع تاني وعايز نفس التقسيمه اللي انت عاملها، ممكن تعمل لها لود بريسيت. فموضوع الجايد اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده ده كان مهم جدا جدا لاغلب المصممين، وبعض الناس ما بيبقاش عندها خلفيه بالاختصار اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده اللي هو بتاع نيو جايد لي اوت ده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وتركات النهارده عجبتك. فلو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وانك تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم الحلقه الجايه في تركايه جديده، وشكرا.